عوج بن عناق، جبار نجا من طوفان نوح وأهلكته الطير. التاريخ مليان بالغموض والأسرار، عدد كبير من الحضارات القديمة لسه لحد النهاردة أثرها مخفية، زي الأطلانتس وقوم عاد وذو القرنين وغيرهم من حضارات مليانة بالكتير من الألغاز وعلامات استفهام ملهاش إجابة. النهاردة قصتنا هتكون من النوع ده، قصة مليانة بالأسرار والغموض. قصتنا هتكون عن شخص عاش في الماضي السحيق، شخص لما كان بيعطش كان عنده القدرة إنه يرفع إيده للسماء ويحجز السحاب ويعصره علشان يشرب. شخص كان بيقدر وبكل سهولة إنه يصطاد السمك من قلب البحر ويرفعه للشمس علشان يسويه. الشخص اللي لما حصل طوفان سيدنا نوح عليه السلام وقضى على الأخضر واليابس إلا إن المية بالعافية وصلت لركبته، وبعض الآراء بتقول لحد رقبته. القصة النهاردة عن عوج بن عنق، وفي بعض الروايات ابن عناق، واللي كان أحد أحفاد سيدنا آدم عليه السلام من طرف بنته عنق. وزي ما إبليس وسوس لأخوها قابيل وأصبح أول قاتل على وجه الأرض، فالروايات القديمة ذكرت إن إبليس وسوس لها هي كمان علشان ترتكب معصية الزنا وتكون أول زانية على وجه الأرض أيضا. وعشان نتعرف على قصة عوج كواحد من أضخم وأشر المخلوقات اللي ظهرت في التاريخ ونحاول نكشف أسرارها، هنرجع بالزمن لورا، وفي رحلة تاريخية هنستعرض لكم واحدة من أكثر حكايات التاريخ غموض وإثارة. ولكن قبل كل حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وغريب. في واحدة من القصص الغريبة الموجودة في الكتب القديمة بنلاقي قصة عوج بن عناق، وللأساطير بتتكلم عنه كأضخم من عاش على وجه الأرض من بعد سيدنا آدم. القصة بتبدأ من الوقت اللي هبط فيه سيدنا آدم على الأرض وبدأ يمارس دوره في تعميرها، ولأن إبليس كان وسيظل العدو الأول للبشر بيظهر دوره في القصة بطريقته المعتادة في غواية البشر وإبعادهم عن الطريق المستقيم. إبليس قدر يوسوس لقابيل وعلى إيده كان أول قاتل وقتيل في البشرية، لكن إبليس ما اكتفاش بقابيل بل إنه قدر يوسوس لأخته عنق واللي كانت واحدة من بنات سيدنا آدم. وقبل البدء في الحكاية لازم نشير لشيء مهم جدا، إن قصة عوج بن عناق مليانة بالكتير من التناقضات وكمان بالآراء المختلفة ما بين رواية للتانية، ودورنا هنا إننا هناخدكم معانا في رحلة زمنية لأزمنة سحيقة بعيدة كل البعد عن زمننا عشان نحاول نتعرف عن أصول القصة وجذورها. الحكاية بتذكر إن السيدة حواء كانت دايما بتولد توائم، لكن في واحدة من المرات ولدت بنت وحيدة، واللي بتذكر في الروايات إن شكلها كان بشع، ونتيجة لكده بنلاقي سيدنا آدم وزوجته السيدة حواء تشاءموا منها. الروايات أفاضت في ذكرها لمدى بشاعة بنتهم اللي اتسمت باسم عنق أو عناق بمعنى المشؤومة، للدرجة إن بعض المؤرخين ذكروا إن سيدنا علي بن أبي طالب اتكلم عنها في واحدة من خطبه وقال إن ربنا ما خلقش في مثل شكلها من قبل، وقال إنه كان عندها 20 صباع في كل إيد وكل صباع بينتهي بظفر يشبه المنجل أو المخلب المعقوف، وإن بمجرد ما شافها سيدنا آدم أصابه الخوف من شكلها، بل إن الروايات بتذكر إن لبن السيدة حواء ما كانش بيكفيها فكانوا بيحلبوا لها ألبان الإبل والأغنام، وبرضه ما كانش بيكفيها علشان يحين وقت فطامها واللي بتتحول عنق من بعده لواحدة من أشد المفسدات في الأرض بعد أن بدأ إبليس يوسوس لها. الأساطير القديمة ذكرت عن عناق إنها كانت بتعيش في الخرائب والأماكن المنعزلة، وإن إبليس تقرب لها وقدر يوسوس لها علشان يحقق من وراها غايته، وهي الحصول على أشد الأسرار خطورة واللي كانت بتحتفظ بها السيدة حواء. الأساطير القديمة بتذكر إن السيدة حواء كانت بتمتلك من الأسماء والكلمات اللي تخليها تتحكم بالشياطين، وإن إبليس وسوس لعناق وأغراها بجعلها ملكة للجن بشرط إنها تسرق كلمات حواء السحرية، وبالفعل سرقتها، فكانت النتيجة ممارستها لأشد أنواع السحر تحريما عشان تكون أول من مارس السحر على وجه الأرض. عناق ما اكتفتش بممارسة السحر،
لكنها كانت زي ما ذكرت لنا الكتب والروايات إن سيدنا علي بن أبي طالب ذكرها كأول من مارست الزنا على وجه الأرض، واللي كان ابنها نتيجة من نتائجه، بالإضافة إلى أنها كانت بتجاهر بارتكاب المعاصي. وهنا بتحزن السيدة حواء حزن شديد وتدعي على عناق بالهلاك علشان يتم الاستجابة لدعوتها، وبيظهر لعناق أسد في حجم الفيل فتك بيها بعد أن تركت من نسلها ابنها عوج. ومن هنا بتبدأ الحكاية. لغاية هنا ومعظم الأحداث مقبولة التصديق، ونقدر بصورة عقلية نقر بحدوثها، لكن مع بداية قصة حياة عوج بن عناق بتبدأ معاها مجموعة من التناقضات، واللي هنحاول نتعرف عليها في كل مرحلة من مراحل حياته. لو قسمنا حياة عوج بن عناق لحكايات هتكون أربع قصص أسطورية، الأولى منها عن بداية حياته، وإن المصادر بتنسبه إلى أمه، والسبب في كده زي ما قلنا راجع إلى إنه كان من الزنا، فأبوه كان مجهول. وهنا كتب الأولين بتذكر عن عوج العديد من الصفات والمظاهر العجيبة، زي مدى ضخامته وبشاعة خلقته، فكان بيتقال إن طوله وصل ل 23 ألف ذراع، وإن عرضه وصل ل 333 ذراع، وكمان كان عنده القدرة إنه لو عاوز يشرب يحجز السحب ويعصرها في السماء، ولو جاع وحب ياكل كان بيطلع السمك من قاع البحر ويرفعه على عين الشمس لشويه وأكله. وكمان ذكرت الكتب القديمة إنه عاش لفترة طويلة جدا من الزمن، وطول فترة حياته كان شديد العداوة للأنبياء، فالكتب بتحصي عدد اللي هلك من الأنبياء على إيده ب 814 وصولا لزمن سيدنا نوح عليه السلام. وهنا بتبدأ القصة الثانية من حياته. مع بداية حياة عوج في زمن نوح عليه السلام بتبدأ مجموعة من التناقضات والأمور غير المقبولة عقليا، والبداية بالأمر الإلهي اللي تلقاه نوح من ربه لبناء الفلك، وإنه ياخد من كل نوع من الكائنات زوجين. وبعد تمام المهمة بدأ الطوفان، ولشدة انهمار المطر وقوته بدأ عوج يشعر بالخوف الشديد، وأمام سيدنا نوح عليه السلام توسل إليه إنه يحمله معاه في السفينة، عشان ينتهي الأمر بإن نوح سمح له بوضع إيده على مؤخرة سفينته. ولما نزل المطر وصل بس إلى ركبتيه، وقيل إلى صدره فقط، لتنتهي قصته مع نوح، واللي كتير من أحداثها سهل جدا نقدها، لكن من غير تقديم بديل لعدم توافر الأدلة المادية اللي تساعدنا في كده. فمثلا إزاي مخلوق زي عوج وبالحجم والضخامة دي يطلب من سيدنا نوح إنه يحمله معاه في الفلك، وفي نفس الوقت مياه المطر في أقصى زيادة لها وصلت بس لحد رقبته، أمر غير مقبول التصديق، ويمكن بكل سهولة نقده بل ورفضه تماما. مع بداية القصة الثالثة من حياة عوج واللي كانت أحداثها بتدور مع قوم سيدنا هود، بالله سؤال بيظهر، هو في حد عاش بعد الطوفان؟ الكتب القديمة بتذكر إن كل مخلوق ركب السفينة هو بس اللي نجا، وبمجرد انتهاء الطوفان رجعت الحياة لطبيعتها على الأرض. يبقى ازاي بقى عوج قدر يعيش وينجو؟ سؤال تاني ملوش إجابة. عامة هنحاول بصورة مؤقتة نسيبنا من الأسئلة ونبدأ في ذكر فصل جديد من الحكاية، واللي كانت مع قوم سيدنا هود عليه السلام. المؤرخين بيذكروا واحدة من عجائب الأخبار عن عوج عن قوم هود عليه السلام، وإنهم في محاربتهم لسيدنا هود والمؤمنين معاه استعانوا بعوج عشان تكون واحدة من المعجزات، لما ظهر لقوم هود من المؤمنين وحسوا بخوف شديد، لكن سيدنا هود حاول يطمنه وطلب من ربنا النجاة، وكانت نجاته وقومه إنه أخفاهم عن نظر عوج. وبتكمل الحكاية إن عوج لما شاف الكفار من قوم هود تخيلهم الأعداء المكلف بمحاربتهم، كانت النتيجة إنه ألقى عليهم قطعة كبيرة من الحجارة، وانتهى الأمر بهزيمتهم وانتهاء الفصل الثالث من حياة عوج المذكورة في الكتب القديمة. وتمر السنين تباعا وصولا إلى سيدنا موسى عليه السلام، ومعاه بيكون الفصل الأخير من حياة عوج بن عناق، واللي دارت أحداثها في منطقة التيه في سيناء، واللي هيكون عليها كتير من الملاحظات بس في نهايتها. في قصة النبي موسى بيتكتب الفصل الأخير من حياة عوج. النبي موسى ولما كان على مشارف الأرض المقدسة قسم قومه من بني إسرائيل ل 12 قبيلة، وكل قبيلة اختار ممثل عنها عرف باسم النقيب، فكانوا 12 من النقباء، وأمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة لاستطلاعها. قبل الدخول ليها في الوقت ده كان عوج بلغ من العمر 3000 سنة، والأساطير بتقول إنه كان بيسكن مع زوجته في المنطقة ما بين سيناء
وفلسطين، وبمجرد خروج النقباء وقعوا في أسره، وأمام زوجته كان على وشك أنه يقتله، إلا أنها نصحته بإطلاق سراحهم عشان يرجعوا لأقوامهم يخوفوهم من ضخامة عوج، وبالتالي يخافوا أنهم يغزوا. بالفعل رجعوا النقباء لسيدنا موسى، وعشان ما ينتشرش الفزع بين أهله أمر سيدنا موسى بكتم أمر عوج، ولكن حدث العكس. النقباء كل واحد حكى لقابلته عن اللي شافه، وهنا رفض بني إسرائيل أنهم يتبعوا موسى في طريقه للأرض المقدسة، وقالوا مقولتهم الشهيرة: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. وعن عوج بن عناق فالأساطير بتذكر أنه قرر مهاجمة جيش موسى، وأنه قطع من الجبل قطعة ضخمة من الحجارة عشان يرميها على موسى وجنوده، ولكن تأتي المعجزة بطير سخرها الله فنقروا صخرة عوج فتتحول لطوق أحاط برقبته بعد أن سقطت على رأسه، وتكون نهاية عوج على يد سيدنا موسى لما قفز بعصاه والشدة طول عوج أصاب فقط كعب رجله وأسقطه عشان يتعاون بني إسرائيل في جز رقبته وإنهاء حياته، عشان بموته تنتهي واحدة من أعجب القصص في التاريخ، ويبدأ عدد من التحليلات للقصة وحقيقتها. فعلى سبيل المثال الحصر القارئ في التاريخ العراقي القديم لازم هيمر على قصة جلجاميش أو كالكاميش عن العملاق اللي بيروع الناس، والقصة بتنتهي بموته على إيد بطل الرواية الأقل منه في البنية والحجم. التشابه واضح جدا بين قصة سيدنا موسى مع عوج واللي وصل لدرجة كبيرة من الإفساد، وإن قوم بني إسرائيل كادوا يموتوا كلهم على إيده. وهنا بتظهر قصة الطير البسيط اللي كان سبب رئيسي من أسباب قتل عوج، لكن التشابه الأكثر غرابة مشتق من الحضارة اليونانية القديمة عن أخيل أحد أبطال الملاحم اليونانية القديمة، واللي انتهت قصته بسهم في كعب رجله زيه زي عوج وطريقة إسقاط سيدنا موسى له وقتله بعد كده على يد بني إسرائيل. عشان تكون قصة عوج من القصص اللي مش ممكن نفيها، بس كمان في نفس الوقت مش ممكن نؤكد غالبية أحداثها، ورغم الاختلاف بين الحقيقة والخيال هتفضل نقطة وحيدة ثابتة، إن عوج هيفضل تذكرة الأخبار بتتردد ما بين مصدق ومكذب، ما بين قاص ومحلل، وبتفضل القصة نفسها بتحتفظ بغموضها وأسرارها إلى أن يشاء الله ويكشفها. النهاية الحكاية انتهت. المرة الجاية هنروح في رحلة زمنية جديدة عشان نحكي قصة من قصص التاريخ المليانة بكل غريب وعجيب. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تعمل كومنت ولايك، ولو مش مشترك اشترك وفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد من قناتنا.